نتصيد بموته، نجعلنا نتصيد بموته ويكون لنا حافزا على ان هذه الحياه الدنيا الانسان يجتهد ويكد ويسعى. فالموت هو مقتضى الاحباب، ومنهم من ينتظر وهم نحن، نحن قد رايناه قد توفى الله عز وجل، ونحن ننتظر جزيل الصوم الله سبحانه وتعالى هو الذي خلصه على ان يزداد الله يزيد ولا ننسى الاداره التربويه على راسها الاستاذ ديالنا جيرو صداق الله الى اخر ما كاين الا هو ما يسمى بالحارس ديال الباب. فانت هو كنشكره وكنشكر المرافقات ديالنا. ماما وعائلة العلم كذلك، اسمعوا لهم شكرا.
وكذلك التلميذة الموالية جميع الأمهات الجميلة ديالنا Yeah.